السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جعل قناة أفكار المجاهد. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد وتخرج التعليق اللي دعمنا ويشجعنا. فحال دائما فيديو اليوم ديال هذا الحمام البلدي اللي كنت صلحته مؤخرا. الفيديو هيكون فيديو قصير، يعني عبارة عن ملخص، واللي بغى يشوف جميع التفاصيل فصلحنا هذا الحمام من اول خطوه حتى لاخر خطوه مع اللي غيدخل القناه ديالي. الفيديو ديال الحمام كاين فيه جميع التفاصيل. بالنسبه لهذا الحمام هذا، اول حاجه كتخدم فيه من بعد ما كعدلو بلان الحمام كنبنيو الكلسه اللي على حسب البلان اللي خصنا حنايا. كنبنيو الكلسه ديالها، كنبنيو البرمه، كيدخل مول الزفت، مول الفرش والنحاس، ديسا كيدخل المرطوب مع الزليج وفينيسيون. خليكم مع الفيديو اشرح لكم كيفاش كيتخدم حمام بلدي باش كل شيء يستافد. بني راسك براسك وثق في راسك. قطع اي حاجة قدامك باش تحقق احلامك. حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك، كنت ما كنعرف نعمل والو، بديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت انا تايق في راسي. وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناة وفعل الجرس وعمل لايك وخلي الرأي ديالك في التعليق، حيت الرأي ديالك كيهمني. مرحبا بكم من جديد. كما قلت لكم هذا الفيديو يكون عبارة عن ملخص، يعني نوريكم الحمام قبل وبعد كيفاش كان وكيفاش رجع. من بعد ما كان نساليو المرطوب كنديرو الشبكة فوق النحاس، الشبكة ديال المرطوب، وكنديرو المرطوب بالجرافيطة، كندريسيو الحيوط مزيان على حساب النحاس، يعني ما كنديروش الشارج بزاف فوق النحاس، كنمشيو مصارجين غير مع النحاس نيته باش في السخانة ملي كيكون الحمام كيسخن دغيا كيسخانة كتوصل لبرا. يعني الا صارجتي المرطوب بزاف كتكون السخانة كتعطل، يعني دائما كنصارجو غير قد مقدين مع النحاس نيشان. ومن بعد كنبداو الزليج ديالنا. بالنسبه لهذا الحمام دخلنا فيه جوج الانواع ديال الزليج، جوج الالوان. الزليج عربي معروف كيف ما كتشوفوا معايا، واحد الزليج كريمه العبار ديالو 31 سنتيم على 62 سنتيم، الزليج ديال اسبانيا، في واحد الزواقه رائعه الصراحه. الله الضوء قليل ما كتبانش، يعني كتبان الاشعه ديال الضوء كتبان شويه، في واحد الزخرفه رائعه صراحه الله. وبالنسبه للزليج العربي كيف ما قلت لكم راه معروف، الزليج العربي ديال المغرب العبار ديالو 40 سنتيم على 25 سنتيم، الزواقه عربيه. بالنسبه للحمام خدمنا النص كريمه والنص بالزليج العربي باش كيجي الوان مفتوحه، يعني اللي كنا خدمناه بالزليج العربي كامل كان عاجي الحمام كامل مغمق، يعني كان عندي الالوان كامله مغلوقه، كنقدر في النظره ديالو ما تجيش مرتاحه، تقدر يطلع لك فراسك دغيا ديك الالوان. يعني بعد بلان وهاد الديكور اللي عملنا له جات الصراحه الله الحمام رائع، الالوان فتحوا بعضياتهم، الالوان متناسقه. بالنسبه للسقوف حتى هو خدمناه بالزليج ديال 40 سنتيم على 25 سنتيم، الزليج العربي بالزواقه مكمله في نفس الاشعه ديال الحيط، كيف ما طلع في الحيط دايره نفس الزواقه، الزواقه كامله مكموله. بالنسبه للزواقه في السقوف قطعنا الزليج على 4 طروفة، يعني 10 10 10 سنتيم، ودورناهم، يعني دورناهم على حساب السقوف. وبالنسبه للبرمه، البرمه خدمناها بالزليج تاعو عربي من الداخل ومن برا، والفوقي درنا رخام كريمه مارفيل، خدمنا بها الارضيه ديال الحمام كامله، خدمنا بها الكلسه، خدمنا بها الدوره ديال البرمه. وبالنسبه للبرمه من الداخل ومن برا خدمناها بالزليج عربي، وحتى الزواقه اللي طالعه في يعني في البرمه الزواقه اخترعتها يعني غير من الزليج اللي عندنا، قدرت نعدلو الزواقه رائعه في البرمه حتى الديكور واعر. وبالنسبه للارضيه ديال البرمه تاهي خرجنا الزواقه ديالها غير من دي الزليج اللي عندنا، يعني قطعنا مربعات 10 سنتيم على 10 سنتيم،
كنتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم وتستفدوا منه. تحياتي لكم على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.